السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. حيا الله الجميع، أرحب بالجميع. بشكر عليكم الأخوة والأخوات جميعا. نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا مساء سعيد مبارك إن شاء الله تعالى، و معليش يعني أعطيناكم خبر يمكن متأخر، ولكن الهدف أن نحصل على المحاضرة، فمعليش تحملونا الفترة القادمة هذه. بعض المحاضرات الإضافية قد تجدونها لكم عنها قبل ساعتين، فعذرا منكم. أنا قاعد أفكر أقول حتى لو حصل بعض الأحيان في نفس اليوم، مثلا بعد 11 مثلا الظروف تسمح، ممكن أعلمنا حتى لو الساعة 9 نقول في محاضرة الساعة 11 الليل، لكن عاد عسى الله يكتب لك الخير. طيب خلونا نرجع لعملنا، ألا وهو اليوم نكمل المادة عندنا صفحة 13، ودرس جميل ومهم، وإن شاء الله اليوم نحاول نختم الفصل الأول وننتهي منه بإذن الله تعالى. عندنا ساعة كاملة يمدينا نختم بالراحة إن شاء الله الفصل الأول، لأن عندنا تقريبا ساعة إلين 7 إلا ربع، يعني إلين بعد أذان الرياض بخمس دقائق، وعندنا وقت إن شاء الله. طيب، مقاومة التغيير والتطوير التنظيمي. طبعا لما نقول مقاومة التغيير والتطوير، خليكم بس مقدمة كذا في نصف دقيقة، هو شيء أنت تعرفونه وتمارسونه يوميا. أي تغيير يقاوم الإنسان، أي تغيير، سبحان الله، أي، تستغربون من الكلمة هذه، نقول أي تغيير، نعم أي تغيير، حتى لو كان الأفضل، حتى لو تعرف أنه أفضل، يبقى الإنسان، طبيعة البشر، ترى طبيعة الإنسان يكون كون علاقة نفسية مع المحيط اللي هو موجود فيه أو مع الأشياء اللي يستخدمها، بحيث أصبحت بالنسبة له آمنة، يعني ما عاد يخاف منها. الإنسان مشكلته دائما من المجهول، المجهول بالنسبة له يشكل خطر، فإذا كان المجهول يشكل بالنسبة له خطر، هو يحاول يبتعد عنه، يبتعد عنه أنه يقاومه، يعني ما يتغير، لأنه حقق نوع من الأمن المعين. لاحظتم؟ فأنا الحين أجي أقول الواحد أو واحدة منكم، أنت الحين سيارتك، قلت ضربت مثلا الآن سيارتك 2010، نبي نجيب لك سيارة جديدة 2019 نفس الموديل، تقول إيه بس يا أخي أخاف أنها فيها مشكلة، أخاف أنها تكاليف، أخاف أن صيانتها صعبة، أخاف. إحنا معطينك سيارة جديدة، الخوف هنا خوف من تغيير الحالة اللي هو تعود عليها. لاحظتم؟ إذا يقاوم. طبعا احنا الآن بناخذ هذا كلمة سريعة بس عشان تتصورون أن الإنسان يقاوم التغيير. طب ليش في المنظمات تقاوم التغيير؟ لأن العنصر الأهم في المنظمات اللي بيقاوم التغيير هو البشر، صح ولا لا؟ وتذكروا أهم عنصر في عملية التغيير والتطوير التنظيمي اللي هو العنصر البشري، هو العنصر البشري. إذا هو من يقاوم، هو من يرفض، هو من يحاول أن يبطئ وتيرة التغيير، لأنه لأسباب عام نطلع عليها واضحة هذه، يعني والله عز وجل سبحانه وتعالى وش يقول في كتابه العزيز، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير ترى عملية ضخمة جدا، ولو أن الأمر التغيير ما هو أمر عادي، يعني لو كان أمر عادي لما ذكر الله عز وجل في القرآن بالآية العجيبة الشديدة الوضوح، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني يتحول الموضوع من نية داخلية إلى عمل له أثر خارجي. صحيح والله فعلا، لذا راقبوا نواياكم ترى لها أثر كبير. فعند تجي أنتم اللحظة اللي قررتم فيها تخوضون التجربة الضخمة هذه اللي أنتم على مشارف الخروج منها الآن بإذن الله، اللي هو دراسة عن بعد والحصول على درجة البكالوريوس، كانت تجربة هائلة جدا، عملتم على تغيير أنفسكم، اتخذتم النية، فالله عانكم وأنتم اليوم على مشارف التخرج، إن كنتم في مستوى 8 أو مستوى 7 عموما، لكن أنتم اليوم على مشارف التخرج بإذن الله تعالى، ودعواتي لكم بالتوفيق. لاحظتم ترى قصة نجاح أنتم عشتوها، ترى قصة نجاح خذتوها، قصة تغيير يعني اتخذتم قراركم فيها، وأنتم اليوم على مشارف قطف الثمرة، بل نتحقق أنا رأيي نتحقق ثمرتكم بالعلم اللي حصلتوا عليه بإذن الله تعالى. طيب
رجع الصوت، رجع الصوت. طيب كمية الكلام يعني كمية الإيجابية اللي أنت تتكلم عنها، وكلام إيجابي وكلام محفز، هذا بلا قيمة إذا ما كان الفعل إيجابي. أنتم من صنع هذه الإيجابية. أنا قاعد الآن أوصف تصرفكم اللي أنتم سويتوه، ترى أنا قاعد أقول لكم. صوت واضح، صوت واضح. ما بعد وصلوا المكان، الآن قاعدين نبدأ، قاعدين الآن نبدأ. طيب فكمية الإيجابية وكمية التغيير أنتم من صنعها. الكلام يبقى كلام حتى يتحول إلى فعل. اللي أنتم سويتوه هذا فعل جميل، اللي سويتوه أنت الآن هذا هو التصرف الإيجابي اللي اليوم أنتم إن شاء الله تتخرجون بعلم وشهادة جميلة. واضح؟ الكلام لوحده ما يكفي، يا كثر اللي يتكلمون حولنا ولكن يا قل اللي يفعلون. أنا دائما أمس كنت أتكلم مع أحد الزملاء، كنت أقول له الناس بين متكلم وبين من يفعل. إذا تجد من يكثر الكلام والانتقاد، أنا أشك بعض الأحيان أن إنتاجية قليلة. ليش؟ لأن اللي يعمل معناه يواجه عقبات، يواجه عقبات يعني يبحث عن حلول، يبدأ يتفاهم، فتلقى انتقاداته منضبطة جدا وانتقادات معقولة بهدف التطوير لأنه يواجه. أما الواحد اللي ما يشتغل يقعد يقول المفروض يسوون، المفروض قلت، المفروض رجحت، المفروض نجحت، المفروض سقطت، المفروض طلعت، المفروض نزلت. يا عمي يا عمي، مين اللي فرضه؟ قل لا إله إلا الله. اشتغل عشان تعرف. لذا سبحان الله كل ما رأيت أن الرجل أو المرأة يتكلم كثير وينتقد كثير طول الوقت، تعرف أنه شوي حول الفضاوة، أو أن إنتاجيته قليلة، أو أن إنتاجيته مضروبة. معليش آسف للحكم هذا، هذا يعني قد يكون، لكن هذه لاحظتها بعيني يعني، ولكن ما عليه. ثاني مقام للتغيير امتناع الأفراد عن التغيير أو عدم الامتثال له بدرجة مناسبة، والركون إلى المحافظة على الوضع القائم. هذا تحدثنا عنه قبل شوي. يقول الأعرجي، يقول أن المقاومة قد تأخذ شكلا آخر، ذلك بأن يقوم الأفراد اللي هم البشر أنا وأنتم بإجراءات مناقضة أو منهضة لعملية التغيير. يعني شلون؟ يعني ينكدون على عملية التغيير، يمتنعون، ما يطبقون، يحاولون إفشالها بطريقة أو بأخرى. وهذا يحصل ترى، هذا يحصل. لو أحد منكم الآن، أتوقع لبعض وبعضكم موظفين وموظفات، صدقوني أكيد مر عليكم شيء زي كذا، موجود، موجود الحالة هذه. وهذه المقاومة قد لا تكون سلبية في أغلب الأحوال بل إيجابية، وتتمثل إيجابية المقاومة عندما يكون التغيير مقترح سلبيا، بمعنى أن الفوائد المتحققة من أقل من التكاليف المدفوعة وعدم الإهتمام له يصب في مصلحة الإدارة. نتكلم عن عندنا سلبيات أو أسباب المقاومة، وعندنا مزايا المقاومة للتغيير. ليس كل تغيير سلبي، ليس كل تغيير سلبي، وليس كل تغيير إيجابي. إذا في عملية توازن بين الحالتين، ولكن بناء منظومة، بناء خطة. نعم إذا كانت التكاليف أكبر من العوائد لا منه فائدة. يعني معليش، وضربنا المثال هذا أمس ضربنا مثال في آخر لحظة، عند شركة تبغى تسوي تغيير، تبي تدفع لها رأس مال 400,000، تدفع 400,000 عشان تحقق 10%. وطب وبعدين والسنة كيف تدفعون تكاليفكم؟ ما عندهم. هذا تغيير غير مجزي، غير مجزي، كان غير محسوب. طيب يقول لك أما سلبية المقاومة فإنها تتم عندما تكون نتائج التغيير إيجابية ومردودها كبير مقارنة بتكاليفها. والمقاومة للتغيير هناك أيضا أبعاد أخرى قد تأخذ صفة فردية أو جماعية. ما علينا، خلينا نجي الأسباب، الأسباب الشائعة لمقاومة التغيير. خلينا نركز مع بعض. يقول لك الارتياح للمألوف والخوف من المجهول، توي تكلمت فيها، كانت المقدمة اللي ذكرتها لكم هي جزء من هذا الفكرة. يميل الناس عادة إلى حب المحافظة على الأمور المألوفة، متعود، لأنهم يشعرون بالرضا والارتياح ويخشون التغيير ما يجلبه من أوضاع جديدة غير مألوفة. لاحظتم الإنسان زي ما ذكرت لكم في البداية، كون كون علاقة نفسية مع الحالة اللي هو يعيشها، أصبح يعرف مداخلها ومخارجها. أقول لك أنا مبسوط، خلوني على راحتي، خلوني ما يغير. طب يوديك بيك سيارة جديدة، بننقلك البيت أفضل، بنوديك العمل جديد بتتدرب فيه طريقة أفضل، بيكون عوائدك المادية أكثر. يقول يا شيخ بس معلش أخاف أروح، قال لي مدير علة هناك يغفيني. طب سأل؟ قال لا ما أحتاج أسأل. طيب خلونا إحنا في الشركة حقتنا نطور منتجاتنا، نحط خطوط إنتاج جديدة. يقول لك يا أخي بس أخاف لو شرينا خطوط إنتاج جديدة يصير في ضرب في السوق أو في نزول، وبعدين يصير علينا خسارة. طب سوي دراسة، ما هو هذا خطط التغيير والتطوير
هي كمثل ما ذكرنا لها خطوات جمع بيانات و الى اخره كما سابقا. طيب الثاني العادات، من اسباب الشائعه لمقاومه التغيير العادات. تدل نظريات التعلم المختلفه على ان الفرد يكون عادات وانماط سلوك تحدد طريقه تصرفه وكيفيه استجابته للموقف، ويشعر الفرد بالارتياح لها لانه لا يكون مضطرا للتفكير في كل موقف جديد بطريقه جذريه، بل يصبح روتينا مبرمجا على حد ما. لاحظتوا تعود الاخ او الاخت انه يجي من طريق محدد، يطلع من بيتهم الصباح الساعه 7 ويسلك الطريق المعين لين يوصل الدوام. جاء مره ذاك اليوم واحد من اخويا قال له ايش رايك نروح من هنا؟ قال لا لا يا شيخ انا متعود على الطريق هذا، لا تشغلنا ارجوك. بيسافرون، قال له يا اخي انا دائما اروح بالطياره، قال له بنروح بالسياره عشان نتفرج. قال لا لا يا اخي السياره متعبه، اخاف واخاف واخاف. اذا السبب الثاني مقاومه التغيير هي العادات. ثلاثه سوء الادراك. سوء الادراك احد الاسباب القويه لمقاومه التغيير. عدم القدره على ادراك نواحي الضعف والقصور في الوضع الحالي. انت عندك كان عندك ضعف، مثلا ما عندك شهاده جامعيه، ما كملت دراستك الجامعيه. البعض عنده سوء ادراك للنواقص اللي هو يحتاج يكملها. ايش سوى؟ يعني يا رجال بلا دراسه بلا غثه، دخل تعليم عن بعد وخسائر فلوس والتزام 4-5 سنوات، والله العالم نخلص ما نخلص والعمر ينتهي والشغل ما انتهى ويجيك ملك الموت يمرك بسرعه. يعني اعطى نفسه كذا حاجه ضخمه من الاسباب اللي تخليه يمكن يموت في نفس اللحظه. صح ولا لا؟ سوء ادراكه لاهميه العلم مثلا، لاهميه انه يتطور، خلاه ورضاه بالوضع الحالي خلاه يقبل، او سوء ادراكه لوضعه خلاه يستمر على عدم التغيير ويقاوم اي تغيير اصلا قادم. يقول لك وكذلك عدم القدره على ادراك جوانب القوه والمزايا للوضع الجديد يشكل عائقا كبيرا في اوجه التغيير. يا عمي بنعطيك بدال الكورولا 2010 بنعطيك بي ام 2018. قال لك لا يا اخي اخاف يكلف علي في الصيانه، يكلف علي بالبنزين، يا ابني حاخذه وبيعه وسوي. طيب المصالح المكتسبه. ترتبط مصالح الفرد احيانا ارتباطا وثيقا بالوضع القائم مما يجعله يقاوم اي تغيير او تعديل عليه، لانه يعني خساره شخصيه له كضياع نفوذه او مركزه او الحق خساره ماليه او معنويه به. لاحظتوا يا جماعه الخير انا والله موجود في اداره، مثلا في الاداره المحاسبيه ولا اداره التسويق ومرتاح ويجيني بونص، وراح في الشركات ما ادري اعطوني ما ادري وشو، اعطوني جوال اضافي والى اخره. فهو عنده مصالح، التغيير هذا بيسوي له مشكلة، فهو يظن أنه بتضيع بعض مصالحه، لذا هو يقاوم هذا التغيير. أيضا خمسة الانتماءات الخارجية. خلينا نشوف إيش الانتماءات الخارجية. تنشأ مقاومة التغيير أحيانا عندما يشعر الفرد أو الجماعة أن تقاليد ومعايير جماعة صديقة مهددة بسبب التغيير الجديد المفاجئ. فعلى سبيل المثال قد تكون المرأة علاقات ودية وطيدة مع أفراد وجماعات معينة، وفي حال إدخال التغيير قد يصيب هؤلاء أفراد الجماعات الصديقة ضرر، ومن هنا يخلق عند الأفراد نوع من التضارب بين مصلحة المنظمة التي يعمل فيها والتي سيكون التغيير مفيدا لها وبين مصلحة الجماعة الصديقة التي سيكون التغيير ضارا بها، وهذا يسبب مشكلة في التزام ولا بالنسبة للموظف. ببساطة معي أنت ولا مع الأسف؟ معي؟ اسمعوني بس بوضوح. أنت موظف في الشركة، أنت موظف في هذه الشركة، والشركة قررت ولك أصدقاء في شركة أخرى أو عندهم مؤسسة خاصة، فأنت جاء المدير قال والله احنا بنغير طريقة احتساب المبيعات لشركتنا. فأنت هنا تقول لا، وأنت ترى أن احتساب المبيعات هذا بيكون إضافة لشركتك اللي انت فيها الآن فائدة لهم، لكنه بيكون ضرر على إيش؟ على الناس اللي برا، شركات أو مؤسسات خاصة أخرى. فأنت هنا تقاوم هذا التغيير عشان أخوياك ما يتضررون، او انت لك اسهم في شركه ثانيه ما تبغاها تتضرر. فهنا انت شو تسوي؟ تقدم مصلحتك الخاصه او مصلحه ربعك على مصلحه الشركه. لاحظتم؟ اذا هذه الانتماءات الخارجيه هذا المقصود فيها. طيب واضحه؟ اخذنا خمسه الارتياح المالوف والخوف من المجهول، العادات، سوء الادراك، المصالح المكتسبه، والانتماءات الخارجية. تعالوا خلينا نشوف مزايا مقاومة التغيير. وش المزايا؟ يقصد بكلمة مزايا أي ما هي الفوائد التي سوف نجنيها من مقاومة التغيير. هل لمقاومة التغيير فوائد؟ خلونا نشوف.
ايجابيات بالضبط. طيب يقول لك رغم انه ينظر الى مقاومه التغيير وتقول عنها سلبيه الا انها لها نواحي ايجابيه. اولا تؤدي مقاومه التغيير الى اجبار اداره المنظمه على توضيح اهداف التغيير ووسائله واثاره بشكل افضل. يعني يجي رياض الشعير مدير الشركه او يجي محمود الرويلي ما ادري وين غايب الحين هذا الرجل صار ما يدار من قررنا نشيله ترى اخوان بالاجماع ترى. طيب يجي سلمك الله يقول والله ترى غيرنا قررنا ان نخفض الاموال اللي نصرفها بدل نقل وسكت. طبيعي العالم تبي تقاوم. ليش يا اخي تخفض علي؟ فهنا تبدا الناس ترفض وترى احنا اللي بيقدم استقالته واللي بيزعل واللي بيسوي اللي بتخف انتاجيتهم قاوم التغيير هذا. فهنا تضطر الشركه او اداره الشركه او الاداره العليا التي تقوم على هذا العمل انها توضح الاهداف. قالت لهم والله احنا مزايا التغيير هذا انه احنا بنخفض هذا المبلغ وبنضيفه في اصل الراتب عندكم، وحنا علشان نجني اموالنا بنستثمرها لكم، وحنا علشان نطور اعمال الشركه وتتوسع بيصير لكم بونص، وحنا الهدف على اساس اننا نستطيع نستمر في السوق لان في منافسه شديده. فهنا تضطر الشركه او المنظمه لشرح اكبر وتوضيح اهداف التغيير وسائله وكيف بيؤثر. فرق بين انك تجي تقول ترى خفضنا وفرق بين انك تجي تعطيني شرح كامل. لاحظتم؟ اثنين تكشف مقاومه التغيير في المنظمه على عن عدم فعاليه عمليات الاتصال وعن عدم توافر النقل الجيد للمعلومات. اوه كلام مهم. ايش معناها؟ معناها ان الاداره العليا قررت انها تسوي خطه تغيير للمنظمه. ولكن سبب المقاومه بدا الموظفين يرفضون لانها اشاعات. خذوا 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 فائده اداريه مهمه. متى ما رأيت الإشاعات تنتشر في شركة معينة، لاحظوا ركزوا معي يا متعلمين بتوع المدارس وأنتم متخصصين في الإدارة، لما تجي لشركة معينة وتلقى فيها الإشاعات كثيرة معناه عملية الاتصال بالهرمي، عملية الاتصال عفوا من الأعلى إلى الأسفل مقطوعة. يعني أن المعلومات أو انسيابية الانفلو هذه انفورميشن فلو أو يسمونها انسيابية المعلومات من الإدارة العليا إلى أقل مستوى إداري في المنظمة ضعيف مقطوع. فتبدأ تنتشر الإشاعات وهذا هنا تكشف مقاومة التغيير في المنظمة على أن الاتصال ونقل المعلومات ضعيف بين أجزاء المنظمة. لذا وش يسوي؟ يعيدون النظر في طريقة نقل المعلومة. ثلاثة أن الخوف من التغيير ومشاعر القلق التي يعاني منها الأفراد العاملون تدفع إدارة المنظمة إلى تحليل أدق النتائج المحتملة للتغيير سواء المباشر أو غير المباشر. يعني ببساطة أننا نقعد نقول والله الإدارة العليا مع المستشارين الداخليين والخارجيين نبي نسوي تغيير إذا شو يصير، نبغى نحلل الآثار المترتبة على هذا التغيير، النتائج كيف بيستقبله الموظفين، كيف بيأثر عليهم، كيف بيقاومون. فهنا ايش يبدأ عمل مميز في محاولة تتبع النتائج وتوقع النتائج ومحاولة يعني معرفتها قبل لا تحدث. زين. أربعة تكشف مقام التغيير النقاب عن نقاط الضعف في عملية معالجة المشكلات واتخاذ القرارات في المنظمة. بالضبط. يعني انت لما يكون عندك مقاومة تغيير عالية قد يكون انت يا الادارة العليا ترى عندكم سوء في عملية التعامل مع المشكلات، تحليلها، معرفتها، اختيار الاساليب المناسبة لها. يا اخي خليني اقول لكم شيء. مقاومة التغيير قد يكون احد اسبابها ان الادارة العليا اصلا ما استفادت، ما اعلنت بشكل كامل عن العملية التغيير وخططه، ما أشركت الموظفين. هل تعتقدون أن إشراك الموظفين أو العاملين في المنشأة أو في المؤسسة أو في المنظمة في الشركة إيجابي لعملية التغيير ولا سلبي ولا غير لا يؤثر؟ عليكم السلام. شو رأيكم أنتم؟ والله شكلكم مرة ما في أحد الجماعة اليوم، أحس أنكم تتقهون يا رب. لا انا اخوك، شوف يا اخوي احمد، بالنسبه لوقت المحاضره صلاه
لا وقت المحاضرة عندي أنا ما هو بصلاة الآن. فحنا هنا في الصلاة هنا وأنا أخوك كل واحد يصلي في مدينته، هذه محاضرة تسجل وتنزل في اليوتيوب. أنا المدينة اللي أنا فيها خلصنا صلاة وقتنا مضبوط بإذن الله. إذا ما يقدر نقول أحد أنت صليت ولا ما صليت، عندك صلاة، لأن ما يقدر نضبط. احنا نتكلم على مدن المملكة وبعض الناس خارج المملكة، فلن نجد أحد يتفق على وقت الصلاة، عرفت؟ فما في أحد قال له عليه وقت صلاة يعني. طيب نرجع، هل تعتقدون أن إشراك العاملين يعتبر إيجابي أم سلبي أم لا يؤثر في عملية التغيير؟ جاوبوا. إيجابي بالضبط. وين اللي يقول طبعا؟ إيه طبعا. طيب إيجابي. خلنا ناخذ استراتيجيات المنظمات في التعامل مع مقاومة التغيير. الآن حصل عندنا مقاومة للتغيير، خل نشوف شو نسوي علشان نربي لك هذولي، معليش فيها شدة الكلمة صحيح، علشان نسنع على التغيير. خلينا نشوف شو بنسوي علشان نحاول الاستراتيجيات اللي نستخدمها لمقاومة هذا التغيير الحاصل عندنا. أولا التعليم والاتصال. هذه الاستراتيجية تساعد العميل على رؤية الحاجة للتغيير والوقوف على منطقته، وقد تتخذ عدة أشكال من المناقشات الفردية، عرض المجموعات، مذكرات تقارير، يتم اللجوء إلى هذه الطريقة في حالة قصور المعلومات المتوفرة عن التغيير والتطوير. إذا التعليم والاتصال، تجي تعطي تقارير، تسوي دورات ورش عمل للموظفين في الشركة، ترانا بنسوي التغيير معين. لاحظتوا هذه تتفق تؤدي مقام تغيير اجبار المنظمة على توضيح اهداف التغيير. اذا المنظمة تسوي ورش عمل، دورات تدريبية للموظفين. وش ايجابياتها؟ من ابرز ايجابيات هذه الطريقة انها عند اقناع العاملين بهذه اقتناعهم بهذه المعلومات سيساهمون في عملية التغيير والتطوير، بينما يعاب على انها تستغرق وقتا طويلا، وبشكل خاص عندما يكون عدد المعنيين بالتغيير كبيرا. فعلا لما تيجي شركة مثلا فيها 10,000 موظف وانت بتسوي تغيير جذري جذري يعني يؤثر على الجميع، حلو؟ فهذه اول شيء انها تاخذ وقت طويل، وبعدين ترى بتكون مكلفة، تاخذ وقت طويل وبتكون مكلفة، لكن اذا اقتنعوا فيها راح يكونون هم المحرك الرئيسي لها. ثانيا المشاركة، الاول التعليم والاتصال، الثاني المشاركة والاندماج. اكدت الابحاث والدراسات يقول في برامج التغيير من قبل الافراد ان تؤدي الى الطاعة والالتزام. اكدت الابحاث والدراسات ان المشاركة في برامج التغيير انهم يساهمون فيها تؤدي الى الطاعة والالتزام بالتنفيذ، وتستخدم هذه الطريقة عندما يكون الافراد العاملين او المتأثرين بالتغيير ان يكون القدرة العالية على مقاومته. يعني قد يكون انت في شركة تقنية تعمل على التكنولوجيا، والموظفين اللي عندك تراهم اغلبهم مهندسين متخصصين واصحاب خبرة، جيت انت تسوي تغيير ترى هذول عندهم يقول لك انا بمشي بروح شركة ثانية. هذا عشان يطلع يروح شركة ثانية وانت كبديل له، خاصة انت عندك مشاريع ومرتبط بمشاريع مع شركات اخرى، صح ولا لا؟ مرتبط بانتاج، فهذا عنده يملك من خبرته ما يملك من مهارات، هذا يملك مقاومتك لانه مهم في عندك في الشركة، صح ولا لا؟ لاحظتم؟ فرق بيننا لما يكون والله موظف عادي او عامل عادي لما يمشي ما يتأثر من جيب بداله واحد، لكن لما يكون واحد هذا عنده قدرة على مقاومة التغيير يمتلك الخبرة. ومن أبرز إيجابيات هذه الطريقة يتمثل في أن المشاركين سيلتزمون بتطبيق التغيير، أما سلبياتها فإنها تستغرق وقتا طويلا. نفس الحالة. طيب خلينا نشوف اللي بعدها، التسهيل والدعم رقم 3. تقوم هذه الطريقة على تدريب العاملين على مهارات جديدة وتقديم الدعم اللازم لهم وإعطائهم فترة راحة بعد التغيير. لاحظوا تجي تقول بدربك على استخدام الحاسب الآلي في برمجة المدري إيش، لما نطور حنا أعمال التكنولوجية في الشركة، وتدربه بعدين تعطيه إيش، تعطيه فترة إجازة. بعد إيجابيات هذه الطريقة أنها لا يوجد طريقة أخرى أفضل منها، ما في، هذا أحلى شيء. أما سلبياتها فتتطلب وقتا طويلا بالإضافة إلى تكلفتها العالية، لأنك يا حبيبي تبي تدربه تقول أروح أخذ إجازة، يعني يمكن بعد تعطيه معها تذكرة بعد ويروح يسافر ويرجع يصير الناس اللي مدربت عليه، يمكن. المهم يقول لك هذه طريقة جيدة لكن تكلفتها عالية.
التفاوض والاتفاق. الرابعة للتفاوض والاتفاق تستخدم هذه الطريقة عند وجود جهة تتضرر بشكل كبير وواضح من عملية التغيير. شوف يا جماعة الخير، خلينا أقول لكم بس نقطة مهمة في التغيير والتطوير. لابد في أحد بيدفع الثمن. صحيح والله. إن اللي يقول لك أي تغيير وتطوير لا يحدث ضرر للبعض ترى ما عنده سالفة. لأن طبيعة يعني سبحان الله الحياة تكتمل في جهة وتنقص في جهة. تزيد في مكان وتنقص في مكان. جميل؟ تفيد فلان وتضر فلان، هذه الحياة توازناتها. الراحة هذه المكتملة في الجنة فقط. زين؟ التغيير يا أخوك قضية، لازم في أحد سوف يتضرر. واحد مثلا عايش تاجر وعايش مبسوط وماشي، يوم صارت الأنظمة القوية انخفض عند الأرباح. الأنظمة القوية اللي صارت تخدم اقتصاد البلد بشكل عام، ولكن في ناس بيتضررون. ليش؟ والله بينخفض لأنه كان هو مبسوط من قضية والله العمالة الأجنبية، التستر كمثال. أحد أكبر المشاكل اللي تواجه البلد هي التستر. طيب التستر، في ناس فاتح له 10 12 15 بقالة، حلو ولا لا؟ والله وقاعد سجل تجاري فاتح البقالات، ياخذ كل شهر من العمال 2000 ريال، نهاية الشهر ياخذ 25 30 ألف وما سوى شيء. تستر. لما طلع النظام القوي الآن بالعمالة، هذا متضرر ولا مش متضرر؟ هذا متضرر، لكن الاقتصاد كله منتفع. طبيعي. فبتقول لي يا دكتور احنا قاعدين نصحح، اقول لك ايه، انا ما اتكلم على القضيه دي، بس هو بالنسبه له تضرر ولا ما تضرر؟ احنا ناخذ بشكل الضرر والمنفعه. لذا ما علينا عن الضرر لانه فاسد. انا اكلمك الان عن مبدا، ان احنا نتكلم كاداريين متخصصين انا وانتم. طيب ننظر للجانب هذا كاصحاب تخصص. جميل. انا اعرف انه متستر وقيس عليه اشياء كثيره. بعض الاحيان حتى بعض التغييرات الايجابيه، حتى بعض التغييرات الإيجابية يستفيد منها ناس ويتضرر منها ناس بمراحل متفاوتة. كمثال الآن لما 20-30، حلو، 20-30 هالخطة الطموحة الضخمة جدا، تعتقد أن الجميع تناسب الخطة دي؟ هل جميع التجار والعاملين؟ لا ما تناسب الجميع فقط. يا رجل بقول لكم شيء. أنت الآن في بيتك، أمك وأبوك وأخوانك، أو أنت وزوجتك وعيالك، أو أنت وزوجك وعيالك، لما يقرر أحد منكم الهد الرأس الكبيرة في المنزل يقرر أن يتخذ قرار مهم جدا، هل تعتقدون كل اللي في البيت يناسبهم التغيير هذا؟ جاوبوني، هل كل اللي في البيت يناسبهم ولا في ناس ما يصلح معهم؟ وش كله لا وش لا صافي لا إله إلا الله، شو اللي صاير؟ إذا ليس الجميع يناسبهم، صحيح ولا لا؟ طيب إذا تتكلمون، إذا نتكلم عن بلد فيها 30 مليون شخص، 20 مليون مواطن و10 مليون ضيف مقيم جزاهم الله خير يشاركون في هذه البلد معنا، طيب ويساهمون معنا في البلد هذه، تعتقدون 30 مليون بتناسبهم هذا التغيير؟ طبيعي يا جماعة الخير. لابد هذا الكلام، يعني هذا لذا لازم المتخصص في الإدارة واللي بيضع الخطط لازم يكون عنده واقعية، يتخلى عن المثالية شوي. حنا بنسوي خطة لن يتأثر منها أحد، لا طبيعي أنه بيتأثر منها أحد. حتى متخذ القرار حق 20-30 يكون فيه بصيغة، لكن بعد فترة تتحسن الأمور. ويقول لك حنا في البداية بيكون في ضغط لكن بعدين تتحسن. أنتم لما تقرؤون اقروا يا جماعة الخير 20-30 يقول لك بيصير ضرر نوعا ما، بس وقت يتم ترجع الأمور تتحسن. وأنا أخوك بس يا دكتور يفترض الأغلبية يكونوا مستفيدين من التغيير والأقلية من يتضرر. والله ما أدري أنا كيف افترضت أنت، ولكن هو لا لما تيجي تبي تقول الكلام هذا أنا أتفق معك، لكن هذا يعتمد على الدراسات اللي بتسويها. وفي الغالب أنت ما تضع خطة تغيير إلا جمعت البيانات. تكلمنا هذا الكلام في المحاضرات الماضية، جمعت بيانات وحللتها على أساس أنك تتجنب المشاكل وتطور. في الأخير المفترض أنه بيطلع فيه فائدة للنسبة الأكبر، بس يعني هذا المفترض، هذا المفترض. لكن مثلا لما يصير ضرر على بعض شيء انا اشوف انه عادي، يعني لانه بيحصل طبيعي يا جماعه الخير. يا اخي زي اللي يسوي العمليه يا جماعه الخير، بعيد الشر عن الجميع، لما شخص يسوي عمليه في عمليه تغيير لانه في عنده الم معين، بيضطر يشقون بطنه ويعطونا مضادات ويعطونا مخدر و الى اخره. طبعا هذا يتحمل ضرر عشان تتحسن، هي كذا ترى هذه الحالات في كل مكان مش عندنا احنا في السعوديه بس.
طيب وبنفس الوقت تمتلك تلك الجهة القدرة على مقاومة التغيير كإعطاء النقابة معدل أجر على أعلى على منتسبيها من الأفراد العاملين بالمنظمة مقابل الموافق على تغيير تعليمات العمل. ويجب أن يتمكن بأنها طريقة سهلة نسبيا لتجنب المقاومة مع سلبيات فهي احتمال تكلفتها العالي. المقصود هنا طبعا احنا ما عندنا نقابات عمالية، النقابات العمالية اللي تقود بعض الأحيان الضرابات. يقول لك كمثال على هذه التفاوض والاتفاق، يكون في جهة نقابة عمالية تجي الشركة أو الحكومة تتفاوض معها لإقناع العاملين في هذا القطاع من خلال إعطائها امتيازات، إعطائها مصاريف زيادة عشان تحاول تقنعهم. الخامس الاستغلال واختيار الأعضاء، اسمعوا هذا الكلام، اسمعوا هذه زينة. يقول لكم بموجب هذه الطريقة يوضع العضو من قبل الأفراد العاملين في موقع هام في عملية تصميم التغيير بهدف ضمان مصادقته على عملية التغيير. وأهم إيجابياتها أنها سريعة نوعا ما وغير مكلفة، أما سلبياتها تؤدي إلى حدوث مشاكل في المستقبل إذا شعر العاملون أنهم قد استغلوا. يعني كمثال خلونا حتى بنسوي على حمود. حمود الآن، حمود الرويلي الله يذكره بالخير، هو مدير الشركة حقتنا اللي هي تي سي سي، صح ولا لا؟ تغيير تطوير كمباني، تي تي سي، تغيير تطوير كمباني. وناوي الرجل يسوي تغيير طيب في أوقات الدوام. قال والله نبي نزيد وقت الدوام نص ساعة. زين الجماعة بيعيون، احنا الموظفين اللي نشتغل في الشركة بنعي. فيجيب سلامك الله، يجيب اللهم صل على محمد، الموظف أحد العاملين أو الموظفين اللي له تأثير على الموظفين، فيقول له ايش رأيك؟ بنعطيك زيادة ولا بنعطيك موقع إداري، بوزيشن إداري، وتقنعهم. طيب فهذه الطريقة يبدأ هذا يأثر عليهم ولها نتائج يعني سريعة وغير مكلفة كثير. لكن أن اكتشفوا بعدين الموظفين أن هذا عينوه علشان يضحك عليهم أو يساهم في عملية التغيير ويقنعهم وهو اللي يستفيد، بيزعلون، ممكن تصير مشكلة. يا ويلة بالضبط. السادس اللي هو الإكراه. الإكراه الظاهر وغير الظاهر. الإكراه أيوه بالضبط بالضبط، هذا اللي بيصير. لاحظت خطيرة ترى، حركة خطيرة ترى، ولكنها تصير تصير ترى. يعني لا تعتقدون، يعني أنتم أظن فيكم موظفين وموظفات، ترى تصير هذه. طيب خلينا نشوف السادس والأخير، الإكراه الظاهر وغير الظاهر. والموجب بهذه الطريقة يجبر العاملون على قبول، يجبر العاملين على قبول التغيير، فيهددون سرا أو علنا بفقدان وظائفهم أو بحرمانهم من الترقية أو الفصل أو النقل، ويتم اللجوء إلى هذه الطريقة في حال كون السرعة ذات أهمية بالغة، وأهم إيجابياتها أنها سريعة هذه الطريقة ولها المقدرة على التغلب على أي نوع من المقاومة. وفي نفس الوقت لا تخلو هذه الطريقة من سلبيات أهمها خطورة استمرار استياء العاملين من منشئي التغيير. يعني شوف يا حبيبي، معجبكم، شوف يا طلابنا، إذا بكرة ما تجون على الموعد، أنا أبغى أخلص، تجون بكرة على الموعد ترى راح أقسم على كل واحد 10 درجات. لاحظت؟ أو هذا طريقة سلبية، بيضطرون يجون فقراء إلى الله، ترهيب، نعم ترويح، لأني أبغى أخلص. أو تقول ترى اللي ما هو حاضر بكرة ما بيخسر 5 درجات، اللي بيجون بيحصلون على 5 درجات. معناها هنا برضو ترهيب بطريقة غير مباشرة، صح ولا لا؟ هذه إذا أنت تبغى تغير بسرعة لها تأثير قوي، لكن لو استمرت قد يستاء العاملين يعملون بطريقة مضادة لك، قد يقطعون في الإنتاجية، قد يصيروا يكرهون المنظمة هذه، قد يسيئون لها، يتلكؤون في العمل. وتحمل وضعها يا حبيبي. طيب مثلا اللي ما بيحضر اللقاء الاخير ما في مراجعه، والله احنا وانا اخوك مسجله، يعني ما نقدر نهدد احد. وبعدين مثلكم ما شاء الله ما يهدد، رائعين انتم، الاستفاده منكم كبيره ما شاء الله عليكم، الله ينفع بكم يا رب. واحد يبغى يهدد لازم يستخدم شيء يقدر يهدد فيه، الله يعافيك. طيب وصلنا عوامل نجاح برامج التغيير والتطوير التنظيمي. خلونا في جماعة الخير الآن نشوف ايش الأسباب والعوامل
التي تؤدي إلى نجاح هذه البرامج، حلو ولا لا؟ والله نقول إن شاء الله أن بننتهي على الوقت، يعني ننتهي من هذا الفصل عشان المحاضرة القادمة نبدأ الفصل القادم. اللي ما يحضر الأسئلة صعبة بتكون، لا إله إلا الله، من قال هذا الكلام؟ الله لا يوليكم على المسلمين، مش فيكم تروعون العالم. طيب، عوامل نجاح برامج التغيير والتطوير، بلاش أنا خفت من القضية دي، مبهم. طيب، عوامل نجاح برامج التغيير والتطوير. طيب، ينبغي توافر عوامل معينة تتيح للقائمين على برامج التغيير والتطوير التنظيمي في منظمات فرص النجاح في جهودهم. وأهم هذه العوامل، أنا بقول لكم كلمة مهمة جدا. العوامل هذه تبي تجدونها ترى تضيف لكم إضافات كبيرة أنتم كمتخصصين في الإدارة. أنتم بين ناس تعملون الآن، متأكد أن فيكم موظفين وموظفات، وأنا متأكد من الكلام هذا زي ما أنا متأكد أن أتكلم، وفي ناس بيقبلون على وظيفة، وفي ناس يا أخي بعضهم في بيوتهم، يا أخي بعضهم في بيوتهم، ترى تبي تجدها فرصة، يعني الحرمة اللي في بيتها وعندها عيالها وزوجها فرصة أنها تطبق على المساكين الأشياء اللي نتعلمها هنا. طيب دعم وتأييد القيادة القادة الإداريين لجهود التغيير مما يضمن لهم استمرارية تحقيق النتائج. يعني من أهم العوامل، من عوامل النجاح عملية التغيير والتطوير، أن تكون مدعومة طيب من الإدارة العليا، هذا معناها. اثنين، توافر المناخ العام الذي يقبل التغيير ولا يعارضه، يعني يجب أن يكون هناك تهيئة. لا أنا أقوم من النوم مدير الشركة يجينا الأخ حمود ما أدري وين هو غايب له كم يوم، يجينا الأخ حمود قايم من النوم ذاك اليوم أصبح علينا ودخل علينا بالشركة قال أنا بغير أوقات الدوام، يا إله إلا الله يا معالي المدير اصبر علينا شوي يا أخي، هيا تبدأ سوي اجمع بيانات شوف إذا بتغير ليش وش انعكاساته. إذا لابد من ترتيب المناخ العام وتهيئة الناس للتغيير عشان تقل المقاومة. ثلاثة، وجود خبراء أو وكلاء تغيير، يعني مستشارين، ناس أصحاب خبرة في الموضوع هذا، يمتلكون مهارات فكرية إنسانية فنية تقدر بالتغيير. لأنك بعد تجي الناس، يعني أنا أذكر قصة أذكرها دائما، أذكر أحد المتخصصين كان في يشتغل، هو أجنبي طبعا، قابلته كان يشتغل تبع شركة KPMG حلو استشارية، هو كان في بريطانيا، يقول مرة من المرات يقول كنا ماسكين مشروع تغيير كبير جدا لأحد الشركات، يقول اضطرينا نقعد تقريبا ما أدري قال شهرين من ثلاثة شهور مع مديرة الموارد البشرية، حرمة كبيرة عمرها 55 سنة. طيب يقول كنا نقعد، كان في واحد متخصص يجد معها عشان يقنعها بالقضية هذه، يقول هي مدير كبير في الشركة، يقول أخذت فترة طويلة منها في كل مرة لقاءات معها لين اقتنعت في الأخير، لأنها مدير كبير جدا ولها تأثير، عرفتوا كيف؟ طيب، أربع، إشراك الأفراد والجماعات الذين سيتأثرون بالتغيير في رسم أهداف وتخطيط وآلية التنفيذ، وهذا مهم جدا. يعني مفترض أخونا حمود جابنا كلنا وسألنا شو رايكم لو غيرنا، لو زدنا وقت الدوام شوي، بنزيدكم شوية فلوس، بيصير إنتاجية زيادة، بيزيد عندكم بونص، أشرك الجميع، خلهم يشعرون أنهم مسؤولين مشاركين في هذا العمل، صدقني راح يقفون معك وراح يقل نسبة المقاومة، أو حتى الأفراد اللي يقاومونك بيقلون. طيب، شرح وتوضيح دوافع وأسباب التغيير لأفراد العاملين، هذا قبل شوي ذكرناها أن هذه أحد مزايا مقاومة التغيير. ستة، بيان الفوائد المادية والمعنوية التي تترتب على عملية التغيير لأفراد العاملين. شباب بسألكم سؤال، لو قالوا لكم تدرسون تعليم عن بعد وفي نهاية الدراسة تحصلون على شيء، تدرسون ما تدرون هو شهادة هو بطة هو سيارة هو كرسي، اها على ايش لاحظتم، هل تدرسون؟ هل وش اكيد ندرس؟ لا يعني ما في اي، ما اعطيناكم تراكم تدخلون تعليم عن بعد تدفعون فلوس تدرسون. طب وش لنا؟ ما ندري، بيشوف وقتها، ما قلنا لكم ترى، ما قلنا لكم انكم تحصل على شهاده ولا شيء، شيء مبهم. هل تدخل تدرس؟ طبيعي. اذا ايش لازم تبين لي الفوائد؟ ما ندرس يا لطيف. طيب لازم تبين لي الفوائد اللي تنعكس علي. يا اخي انت بتسوي عمليه تغيير وتطوير، يا اخي قل لي ترى بتحصل على مزايا ماديه معنويه تدريب و الى اخره. ما شكرا لكم، بس هذا هو. شفت ما ادخل على العميان، هذه تختصر لك عمليه التغيير والتطوير، يجب ان تكون واضحه للجميع. طيب، على مقدار دور التنظيمات غير الرسميه لما لها من تاثير على سلوك الافراد،
التنظيمات الرسمية والغير رسمية أنت دارسينها من قبل، لكن التنظيم الرسمي هو التنظيم الذي مقر بنظام الشركة، اللي هو بناء على إيش؟ على الهيكل التنظيمي، مدير، نائب المدراء، إدارات والعاملين فيها، هذا تنظيم رسمي ومقر. التنظيمات غير الرسمية هي ما يتكون داخل الإدارات من علاقات. حلو ولا لا؟ يعني احنا في إدارة التسويق 4 5 لنا أصدقاء، صرنا أصدقاء مع بعض، نعتبر تنظيم غير رسمي. يجينا مدير التسويق يقول لازم تسوون تسوون تسوون، نقول له لا ما يصلح، ما نبي نسوي، لا ما نقدر، لا لازم تسوونه. شو نسوي احنا؟ نبدا نتباطأ في العمل، نبدا سلامك الله بالعمر، بدال ما نسوق لنا في اليوم 10 قطع نسوق 5، نقول خلينا ندبر وريك فيه، هذا اللي قاعد يتفلسف علينا. اذا التنظيمات غير الرسميه مهم انك تنتبه لها. طيب، معرفه مصادر التغيير وتشخيص المشاكل التنظيميه باسلوب علمي. يعني لازم تعرف، ذكرنا تكلمنا عن قضية معرفة مصادر التغيير. تذكرون السؤال مثل لما يجيك يقول لك من أسباب مصادر التغيير، ما في شيء، لازم تعرف مصادرها. أيضا تشخيص عوامل مقاومة التغيير ومراكزه، وهذه تونا شارحينها. 10، توفر الموارد البشرية والمادية والفنية التي تهيئ للتغيير وتساعده على تنفيذه. لا تجيني تقول لي والله بسوي تغيير، طب عندك موظفين مؤهلين يستطيعون يمارسون معك التغيير هذا؟ تقول لا والله كلهم ما يصلحون، ضعوف، ما يفهمون، الا عشان يتحملهم. طيب زين، هل تستطيع تدفع فلوس تجيب مستشار خارجي؟ قال يا رجال لو عندي فلوس كان الحين انا بنيت لي بيت. اوكي، طيب هل عندك يعني تقنيات حديثه تقدر تجيبها؟ قال والله ما نقدر. شو نقول له هذا؟ نقول الله يوفقك، سكر الشركه وروح اشتري لك فيها فلوس سياره، لان عنده اشكاليه. صحيح والله الكلام صادق، انا ما عندي شيء بيغير. طيب 11، تحديد هدف التطوير بأن يكون الهدف واضح ومحدد وقابل للقياس، وتحدثنا عنها قبل، لازم تكون أهدافنا واضحة. 12، التجديد المستمر للتنظيم، وهذا شيء مهم جدا، إذ أن عملية التغيير والتطوير هي دائما عملية تجديد، تجديد في التنظيم، تجديد ضخ دماء الحياة والحيوية في عملية في المنظمة من خلال عملية التغيير والتطوير. 13، الاهتمام بالبعد الإنساني للعاملين بالمنظمة، وهذه نقطة مهمة جدا. ترى بعض الأحيان يا جماعة الخير، يعني هذه من خبرة عمل، وانا اعتقد ان البعض عنده خبره اطول من خبرتي، يمكن تجد بعض الموظفين جيد لكن تلقاه مثلا يتغير، عنده مشاكل، عنده ايش قصتك؟ ترى راح يجيبها يوم يصك باب المكتب ويقعد معه، قل له تعال ايش فيك انت؟ ايش مشكلتك؟ قد تجد عنده مشكله قد تساهم انت في حلها. ترى قد يكون عنده عائق هو يتصور انه عائق، بعض الحين تجيب الموظف تقول له تعال قول لي انا والله حصل لي، تلقاه مثلا عانى في اكثر من اداره، جيبها دخل عندك المكتب ويصك الباب، قل له تعال هنا. في الأخير أنت مديرة، قل يا أخي أنت إيش قصتك؟ ليش الناس تشتكي منك؟ يا فيك المشكلة، يا فيهم المشكلة، يا اثنينكم فيهم المشكلة، فيكم المشكلة، أو إنكم أنت عندكم حق. اجلس معاه، قد تجد عنده مشكلة تساهم في حلها، ويرجع رجل الإنتاجية من جديد. طيب، خلينا نجي الآن، واضح الصوت، واضح ممكن عنده مشاكل أسرية، طبعا مشاكل أسرية أنت قد تساهم في حلها، معك إن ما تقدر حل كل شيء بالنسبه للمشاكل الاسريه. طيب، اهداف برامج التغيير والتطوير التنظيمي، ان عمليه التغيير والتطوير التنظيمي لا تاتي بطريقه عفويه وتجاريه، نقطه مهمه جدا. التغيير والتطوير عمليه ذكرناها محدده مخططه، مجهود يشمل جميع المنظمه من الاعلى الى الاسفل، صح ولا لا؟ تتم بعمليه كامله وليست جزئيه. ترى ما غششتكم سؤال الاختبار لانه مو زي الاختبار. طيب، وانما تكون عمليه هادفه ومدروسة ومخططة. ومن أهداف برامج التغيير والتطوير التنظيمي الأول زيادة مقدرة المنظمة على التعامل والتكيف مع البيئة المحيطة، وهذا شرحناه. ب، وتحسين قدرتها على البقاء والنمو. أنت كلما طورت وغيرت، أنت تجيب البيانات من وين؟ أنت لما تبي تسوي خطة تغيير وتطوير تجيب البيانات من وين؟ بيانات من التاريخ الماضي للشركة، وتجمع بيانات من السوق الآن إذا كانت شركة مثلا شركة تعمل في السوق القطاع الخاص، بعدين زي شركات تبيع تجزئه تبيع اجهزه الجوالات اللي راسها اخونا، صحيح ولا لا؟ فانت تجمع بيانات من السوق وتشوف سوق الجوالات، المنافسين، احدث الاجهزه، الصيانه، صح ولا لا؟ فهذا يعطيك مرونه على التكيف مع الاجواء الاقتصاديه القائمه. 2، زياده مقدره المنظمه على التعاون بين مختلف المجموعات المتخصصه من اجل انجاز الاهداف العامه للمنظمه. اذا عمليه التغيير والتطوير انت بتسوي مزيدا من التقارب بين ادارات الشركه، مزيدا من الدمج بين بعض الوظائف اللي بناخذها في الهندرة، الدمج بين بعض الوظائف المكررة. يا أخي بعض الأعمال في المنظمات تلقى يقوم فيها أكثر من واحد، تلقى نفس العملية تتم، ضياع وقت، ضياع أموال، ضياع جهد.
بينما والله تجي تدمج يا اخي بدل ما هذول، خلينا نجي عند الشركه مثلا، اداره ماليه واداره محاسبيه، كلهم يدون عمل مالي، ففي يا اخي ادمجهم ادارتين مع بعض وخلهم يستفيدون من جهود بعض، قلل التكلفه وزيد الانتاجيه، صح ولا لا؟ طيب ايضا مساعده الافراد على تشخيص مشكلاتهم وحجم الاهداف التغيير والتطوير المطلوب، فعلا تبي تكتشف المشاكل الموجوده عندك. تشجيع الافراد والعاملين على تحقيق الاهداف التنظيميه وتحقيق الرضا الوظيفي لهم. مع التغيير والتطوير، مع التغيير والتطوير قد تحصل على انك تحفز اللي موجودين عندك على تحقيق اهدافهم ويحقق لهم رضا وظيفي. ايضا الكشف عن الصراع، الكشف عن الصراع بهدف ادارته وتوجيهه بشكل يخدم المنظمه. ترى بعض الاحيان قد يكون في صراعات بين بعض المدراء في المستويات الوسطى، قد يكون مشاكل بين الموظفين. بعض عمليات التغيير والتطوير تكشفها لك وتحلها، لانك انت الخاسر الوحيد كصاحب شركه او في المنظمه او كمدير للمؤسسه هذه. بناء جو من الثقه والانفتاح بين الافراد العاملين والمجموعات في المنظمه، وهذا شيء جيد عموما. ايضا تمكين المديرين من اتباع اسلوب الاداره بالاهداف بدلا من الاساليب الاداريه التقليديه. مساعده المنظمه على حل المشاكل اللي تواجهها من خلال تجويدها بالمعلومات عن عمليات المنظمه المختلفه. تصدق عمليه التغيير والتطوير تتطلب جمع بيانات ومعلومات، تتطلب تحليل لها بهدف توقع المستقبل وتحقيق اهداف جديده او تحقيق الاهداف الجديده بالتحقيق اعلى عائد باقل تكلفه. تعرف انك ممكن تكتشف مشاكل جديده ما كنت تعرفها وتحلها. يمكن المشكله هذه لو تفاقمت مع الوقت سببت ضرر كبير. ايضا يقول صناعه وارساء قواعد ثقه بين الافراد المكونين للجماعات وبين الجماعات المتفرعه في جميع ارجاء المنظمه، يعني بناء علاقه ثقه بين العاملين في المنظمه، خلق مناخ مفتوح لحل المشكلات في جميع ارجاء المنظمه، وبرضه يعني جو من الثقه يسود، تحديد مسؤوليه اتخاذ القرارات وحل المشكلات، هذه نقطه مهمه جدا. فعلا تحدد المسؤوليات، مثلا قد تشكل لجنه لاداره النزاعات في الشركه، تشكيل مثلا تعيين اشخاص محددين في كل اداره هم يرجع لهم في هذه القضايا، مسؤوليه تكون في لجنه من المديرين في الشركه عموما. زياده درجه الانتماء للمنظمه لاهدافها، وهذه نقطه مهمه جدا. انت لما الشركه تكون صادقه في عمليه التغيير والتطوير وتضع خططها، فهي في الاخير وش قلنا، وش اهم عنصر في عمليه في خطه التغيير والتطوير التنظيمي، وش اهم عنصر؟ جاوبوا عليه بسرعه، البشري. بالضبط، العنصر البشري. بالضبط، البشر هم. فانت لما تضع خططك فانت تضعها على اساس البشر اللي عندك، المورد البشري، فمعناها المفترض انك تتطور ويتطورون معك، تستفيد انت وهم يستفيدون، تنجح انت وهم ينجحون معك. اذا اصبحتم شركه واحده، الموظفين هم انت وانت هم الموظفين، فايش؟ تزداد العلاقه، لدرجه الانتماء عند الموظف يصير يحرص على هذا المكان لانه مصدر رزقه، صح ولا لا؟ ومصدر نجاح، بل يقول يفخر فيه، يا اخي انا اشتغل في الشركه الفلانيه، صح ولا لا؟ لاحظتم؟ يفتخر بهذا الجانب. زياده درجه التعاون بين الافراد والجماعات في الشركه، زياده درجه الاحساس بحركيه الجماعه ونتائجها المحتمله على الاداء. يعني يصبح الانسان يشعر بقيمه عاليه في هالمكان ويتحرك بشكل ديناميكي. زياده احساس العاملين بالملكيه والاهداف التنظيميه. يعني زياده احساس العاملين، سؤال يا جماعه الخير، عملية التغيير والتطوير تزيد من الملكية للأفراد العاملين في الشركة، صحيح ولا خطأ؟ ليش خطأ؟ ولماذا خطأ؟ ما فهمت. لحظة أحمد، ما فهم. أحمد اسمعني يا أحمد، الآن أنت تشتغل في شركة، عملية التغيير والتطوير هذه تزيد من ملكيتك في الشركة وأنت موظف فيها، صح أم خطأ يا أحمد؟ ليش خطأ؟ ليش صح؟ لأني موظف، شكرا، ما أملكها، صح ما أملكها، لكن يقول لك زيادة إحساس العاملين بالملكية والأهداف، يعني يشعرون وكأنهم ملاك، لكن حقيقة خطة التغيير والتغيير ما تزيد من ملكيتك، صح ولا لا؟ ولكن هي عملية انتماء، تشعر أن المكان هذا لك وأنك تملك هذا المكان وكأن زيادة في ملكيتك، لاحظتم؟ بالضبط، أحاسيس يعني ما في دراهم. طيب 16، زيادة قدرات الأفراد على الرقابة الذاتية والتوجيه الذاتي داخل إطار المنظمة. لاحظتم؟ بالضبط، تحس إنك مالكها من الاهتمام، أحسنتي، صحيح. أيضاً بكيفك يا أحمد، تكلم عن نفسك، أنا يمكن ما أنت من الراتب.
أنا أنتمي لمنظمتي وأحبها يا أخي، كفيل إني أدرسكم وسعيد بهذا الشيء. طيب احنا باقي لنا 5 دقائق. طيب القوة والعوامل الدافعة لحدوث التغيير والتطوير التنظيمي. حلو؟ أن حتمية ضرورة التغيير في المنظمات تنجو من عوامل مختلفة. ولهذا وجب إحداث التغييرات كذا. خلينا نشوف دوافع التغيير المنظمي، ليش احنا وش اللي يدفعنا للتغيير؟ القوة والعوامل الدافعة لحدوث التغيير. أولاً تنقسم الدوافع التي تدفع المنظمة للقيام بالتغيير إلى مجموعتين رئيستين. طيب الأولى عوامل داخلية والثانية عوامل خارجية. ترى باقي لنا 4 دقائق الربع، كنت أحلم إني أخلص هذولي لكن ما يخالف، يمكن مباغتكم الليلة ولا بكرة بمحاضرة جديدة ما أدري، يمكن بس الويكند والله أحيانا وحياكم في الغالب بيكون في محاضرتين على الأقل. أنا ما أدري الليلة إذا بيمديني الساعة 11 نكون موجودين. طيب اولا تنقسم عوامل داخليه وعوامل خارجيه، اي المتواجده في البيئه الخارجيه للمنظمه. العوامل الداخليه تخص داخل المنظمه، العوامل الخارجيه تخص خارج المنظمه. بيئه داخليه يعني داخل المنظمه، كل ما يخص المنظمه. بيئه خارجيه كل ما هو خارج المنظمه يؤثر عليها، القوانين والانظمه، المستهلكين، الموردين، كل شيء. طيب اولا تنقسم، اقول الاول العوامل الداخليه. تتميز العوامل الداخليه بامكانيه تحكم المنظمه فيها الى حد ما عكس العوامل الخارجيه التي تخرج عن سيطرتها، وتمثل العوامل الداخليه فيما يلي. واضح؟ انا شيء داخل المنظمه يا جماعه الخير، شيء داخل الان في قاعدي في المكان اللي احنا فيه قاعدين نتحكم فيه. اعطيكم مثال على تحكمنا، اننا قاعدين الان نسوي محاضره زياده، واقول لكم الان احنا بنتحكم في اننا ممكن نسوي محاضره الليله، صح ولا لا؟ لكن اللي ما نتحكم فيه وشو؟ ممكن يتعطل الانترنت، صح؟ ممكن يتعطل برنامج هذا لا لا خلينا ناخذ المثال هذا. احنا الان نتحكم ان نضع محاضره جديده، ممكن ادخل على المنتدى اليوم اشوف نفسي بعد ساعتين وانا بعطيكم محاضره الساعه 11، ادخل واقول محاضره لمده ساعه من 11 ل 12 واكتبها لكم. لكن لما نجي من 11 ل 12 نلقى السيستم داون، السيستم خربان، الانترنت قطع، البرنامج متعطل. هذه عوامل خارجية. نعم تعطل موقع تدارس. هذا أول ميزة لها. يقول لك وتمثل العوامل الداخلية فيما يلي: أهداف جديدة، إذا ما قامت المنظمة بإضافة أهداف جديدة إلى الأهداف الحالية أو بتغيير أهدافها بأهداف أخرى جديدة ستقوم حتما بالتغييرات المناسبة لتوفير جو وظروف ملائمة بذلك الموارد والإمكانيات والوسائل. إذا من العوامل التي تدفع إلى حدوث التغيير أننا نضع أهداف جديدة. واضح؟ 2 رسالة المنظمة من الأسباب التي تدفع إلى التغيير والتطوير رسالة المنظمة. تذكروها رسالة المنظمة. تعرف الرسالة بأن السبب الذي وجدت من أجله المنظمة، فإذا قررت تغييرها فإنها ستقوم بتغييرات جذرية لمكوناتها وعناصرها. كمثال المنظمة تقول نحن رسالتنا أن نقدم الخدمات التكنولوجية والمعرفة مجانا لأفراد المجتمع، هذه رسالتنا. بعد سنتين قررت هذه المنظمة أن تغير رسالتها، تقديم الخدمات التكنولوجية والمعرفة للمجتمع وتحقيق ربحية لملاك الشركة. لاحظتم؟ وش اللي تغير؟ من مجانا إلى تحقيق ربحية لملاك الشركة، معناه تتغير الأمور بالكامل الآن، صح ولا لا؟ بيصير في عندنا شغل مختلف تماما، بيصير عندنا تسويق، بيصير عندنا خفض تكاليف، محاولة زيادة الإنتاجية، تنوع في الخدمات، تنوع في البضائع، صح ولا لا؟ مثل رسالة القناة العربية أن تعرف أكثر، يمكن. طيب إن انضمام أفراد جدد ذوي أفكار وخبرات ومهارات مختلفة خاصة إذا عينوا قادة في الإدارة سوف ينتج عنها حدوث تغييرات. هذه ثالثة. والله يجينا عيننا مديرنا حمود، فجأة جبنا الأخ ريان حميد ولا جبنا الأخ أحمد، حلو، حطيناه مدير الشركة. جاي بيجيب أفكار جديدة،
بيغير بيحوس الدنيا، يعني مش بيحوس الدنيا خريبة، قصدي انه بيغير. لاحظتم؟ هذه من الدوافع من الاسباب اللي تؤدي الى التغيير والتطوير. ايضا عدم رضا العاملين، ان عدم رضا العاملين ينتج عنه اثار سلبيه على اداره المنظمه، ولهذا على المديرين تشخيص اسباب تشخيص اسباب عدم الرضا ومحاوله ايجاد الحلول باجراء التعديلات والتحسينات التي تطلبها العاملين وتلبيه حاجاتهم. اذا لما يصير عندنا الشركه العالم زعلانه في الشركه محيوسه، احتاج انك هذا ايضا من الامور تدفع في التغيير. ايضا تدني مستوى الاداء، اذا تم اكتشاف تدني مستوى اداء المنظمه عليها بحث الاسباب والقيام بالتعديلات والتغييرات التي تمشينا تحسين مستوى الاداء. اذا من الاشياء التي تدفع للتغيير في البيئه الداخليه اللي هو الاداء حق الشركه يكون تعبان. لا انا مدير ديمقراطي انت ريان، الله ينفع بك والله يكثر امثالك. اجل ان كانك مدير ديمقراطي نبي نعينك ووزع على كل واحد من اليوم 1000 ريال لنسلك حساباتنا ايها الديمقراطي، ايش رايك؟ خلاص ما يهون الحين ريان وين؟ ما عاد بين، ما عاد رد. والله خطه ايش رايك يا ريان؟ هذه اول تجربه، وين الديمقراطيه حقك راحت؟ زين يا شباب مضطرين نوقف عند المؤذن في الرياض الان قبل العشاء، مضطرين نوقف. فلعل اذا امداني الليله، انا بدي تتابعون المنتدى، اذا امداني الليله بعلن عنها لو قبل ساعه الساعه 11. والله احنا لسه احنا انا ناوي اعطيكم ان شاء الله ما لا يقل عن 15 محاضره، بنهي الماده بنسوي مراجعة. يعني أنا إجمالي بعطيكم من 14 15 محاضرة، أقول لكم 12 لقاء، لكن أنا عادة متعود مع يعني في الأترام السابقة أن أعطي 3 محاضرات إضافية أكمل وراجع فيها. والله شوفوا اللي كثير من أخوكم لا يحضر، اللي كثير لا يحضر، أنا أساسا أني أنهي المادة. طيب ترى أنا تونا في الفصل الأول، لكن ان شاء الله انا ذكرتكم من قبل لن تحملون الا اللي نشرحه. طبعا الكتاب هذا مستحيل نشرحه ولا حتى نصه ما راح نشرحه لانه كبير مره، ولكن ناخذ منه الاشياء المهمه. فتوكلوا على الله وامورنا زينه باذن الله واموركم زينه. طيب فانتوا ركزوا، خلونا نستفيد. ترى العلم، تعلموا العلم للعلم يا جماعه الخير، والله العظيم تعلموا العلم للعلم، ترى ان شاء الله بنستفيد تستفيدون باذن الله تعالى. قولوا يا رب بس. لا لا ما يمدينا الخارجيه، ما يمدينا عندنا العشاء في الرياض. ولكن قولوا يا رب بحاول الليله، بحاول الليله ان الساعه 11 يكون في محاضره، بحاول لين اعرف، لان ما لقيت الاعلان اعرف اني ما قدرت. لكن ان شاء الله اوعدكم في الويكند هذا بناخذ لنا محاضره او محاضرتين باذن الله تعالى. قريتها مرتين كتاب جوزين من أستاذ ما شاء الله عليك، ولا أعطيتني دراهم يا ريان الله يسامحك، سحبنا العرض عنك يا ريان نعطيه أحمد، أصحاب أحمد يسوي زيك بعد. طيب أشكركم على الساعة 11 احتمال 11 إن شاء الله تعالى. مواكيد أي عاد بكيفكم، هذا هو مديركم الجديد الله يعينكم عليه. طيب عادي يا اخوي احمد اسمعها مسجله، ما قد انا واحد عشان حتى انا ترى والله ذي اليوم بيكون ابحاول، عموما ابحاول مو باكيد نسبه 50%. تابعوا المنتدى اذا الله اراد. طيب اترككم الان في حفظ الله ورعايته، لو تكرمتم اطلعوا كلكم من القاعه بسرعه بدون ما نستخدم اسلوب ذاك الترهيب القسري اساس تنزل المحاضره. لو تكرمتم يعني الله يحفظكم ويحفظ الجميع. شكرا، جزاكم الله خير، شاكر لكم ومقدر جدا حضوركم وتفاعلكم. وش تبي عشاء؟ طيب.